مزيان. واش فايزه مجموعه هادشي؟ هي هادي هادشي. شوف واش غادي تبقى وسط. شوف السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على القناة، قناتكم فسحة، في هذا الفيديو الجديد وخبر عجيب غريب، وهو أن المغرب يمنع المغاربة الحاصلين على تأشيرات خاصة من طرف القنصلية الإسبانية للمرور إلى سبتاوم ليليا، يمنعهم من المرور وكيطالبهم بفيزا شنغن. الأمر شنو اللي واقع؟ أن الناس الذين يعملون في سبتاوم ليليا المغاربة عندهم واحد الفيزا أو تأشيرة خاصة عطاتها لهم القنصلية الإسبانية، فإذا بالديوانة المغربية كتقول لهم لا، هذه سامارش كتمنعهم من انهم يدوزو، كتقول لهم حنا خصنا فيزا شنغن. فالدوله اللي هي مستقبله اسبانيا رخصات للمغاربه بتاشيره خاصه ان يمروا الى مدينتي سبته ومليليا، لكن السلطات المغربيه تقوم بمنعهم من العبور. شنو هي الاسباب؟ الله اعلم. شنو باغي يوصل له المغرب؟ على من كيضغط؟ واش على اسبانيا؟ حتى وان كان لديك مشكل مع إسبانيا وباغي توصل شي حاجة ما، فأنت دائما ما تستعمل المواطن المغربي الضعيف المهلوك. احنا لاحظنا في أن الأزمة السابقة من الذي استعمل؟ هي المواطنين المغاربة الذي تم الرمي بهم في عرض البحر وتعريضهم للضرب من طرف الجنود الإسبان عندما كانت واحد الموجة ديال الهجرة وصلت 10,000 مغربي عبروا في خلال 24 ساعة. وا الفطور اليوم اقولي واهلين وقولي واهلين نشربوا على الخبز اصاحبي. تفيد التقارير أن العملاء المغاربة المناوبين في مركز طرخة للحدودي يرفضون السماح للعمال المغاربة الراغبين في الذهاب إلى سبتة بالمرور ويطلبون منهم تقديم تأشيرات شنغن. يطلب هؤلاء الوكلاء المغاربة تأشيرات شنغن من المغاربة الذين يذهبون للعمل كل يوم في سبتة، وبحسب وسائل إعلام محلية فإنهم يرفضون مرور المغاربة الذين يحملون تأشيرات خاصة صادرة من عند شكون؟ القنصلية الإسبانية بتطوان والمخصصة حصرا لتسهيل دخولهم إلى المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، ولم تقدم السلطات المغربية حتى الآن أي معلومات حول هذا القرار. L'Algérie en face, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de relier le Fatah et le Hamas pour que les Palestiniens, entre guillemets, se rallient les uns avec les autres contre l'État d'Israël. Donc quelque part... Le Maroc avec Israël... Et l'Algérie en face... Avec l'Algérie aujourd'hui se radicalise plus sur les Israël sur les alliés palestiniens. Et se radicalise également face au Maroc. بالنسبة للإخوة الذين لم يفهموا لا شنو هو هذا الفيديو الذي نقوم بعرضه ولا شنو هو السياق دياله، فهذا فيديو رائج مؤخرا على مواقع التواصل، لكن الأصل دياله هو قناة إسرائيل 24. فهذا الذي أمامكم هو أوليفيي رافوفيتش، وهو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللي كيتكلم لنا على العلاقات ديال الجزائر والمغرب بالموضوع ديال النزاع القائم حاليا. فهو يتكلم عن الجزائر كطرف يحاول أن يقوم بعملية صلح ما بين فتح وحماس، وكيقول بأن هالشي سيكون ضد المصالح الإسرائيلية، لكن ما يهمنا هو عندما قام بالحديث عن المغرب. فهنا ملي كنتكلموا على الحديث على العلاقة بين جيشين، الجيش المغرب والجيش ديال إسرائيل، هو يتكلم على أن المغرب هو دولة صديقة. فعلى المستوى الرسمي خلينا ما يقوم به الشعب بشكل يومي من خراجات ومن مظاهرات للاستنكار، على المستوى الرسمي قائد الجيش المغربي وقائد الجيش الإسرائيلي كما كتشوفوا أمامنا في العنوان، إسرائيل والمغرب فخير دغم أو إخوة في السلاح. هم فعلا إخوة في السلاح، وكاين هناك تنسيق حتى بالنسبة للعمليات التي تقوم الآن، تكون الآن داخل غزة.
انا قلت 20 درهم كيلو ولا شحال؟ لا 42 درهم كيلو. واش حد دايرها برا؟ انا برا غتبيع 70 درهم 40 درهم ولا دير شي حاجه نمشي للاسواق يشرو عندنا مجمد كيدو كيطلقوا كيديروا في الصندوق كيبيعوا على اساس انه طري يبيعوا 80 درهم. فعندما يقوم متحدث باسم جيش اسرائيلي ويتكلم على دوله على اساس انها تعادي المصالح الاسرائيليه واللي هي الجزائر ويتكلم على الاخوه ما بين المغرب واسرائيل، فنحن نتكلم هنا على ان المغرب اصبح رسميا شريكا في الاجرام الذي يقوم به الصهاينة داخل قطاع غزة، لأن عندما يصرح العديد من المسؤولين الإسرائيليين على أن المغرب جات السمية ديالو في بزاف ديال التقارير أنه يساعد ويدعم المصالح الإسرائيلية، فهذا يعد مشاركة وتحالفا ناهيك على أن إسرائيل اليوم أصبحت ثالث دولة يقوم المغرب باستيراد الأسلحة منها، بالرغم من أن إسرائيل ليست ثالث دولة في العالم من حيث الجودة ديال الأسلحة التي تقوم بصناعتها. فهذا الشيء كيبين مرة أخرى للمرة الألف، ماشي الأولى ولا الثانية ولا العاشرة، أن إسرائيل تمكنت من مفاصل الدولة المغربية وأصبحت تتكلم باسمها. والغريب العجيب أن رغم هذه التصاريح التي تخرج من أفواه المسؤولين الإسرائيليين أن المغرب هو حليف، أن لا رد من طرف الجيش المغربي ولا من طرف دبلوماسيين مغاربة على هذه التصريحات. ومترو بحيط ما عنديش من ناكل ومواطن مقهور. وهذا لا يعني إلا شيئا واحدا وهو السكوت علامة الرضا، وأن الجيش المغربي هو فعلا حليف أو أخ في السلاح مع الجيش الإسرائيلي، لأن هذه التصريحات هي خطيرة على الأقل وجب الرد عليها. ف احنا متأكدين انه لن يكون هناك رد الا في حالة واحدة، الا يعني هذه القضية ولا هذه التصريحات اصبحت قضية رأي عام وتم نشرها بشكل واسع وسيكون بيانا محتشما متهربا من تحمل المسؤولية كما العادة. انا قلت 20 درهم كيلو ولا شحال؟ لا 42 درهم كيلو. واش حد دايرها برا؟ انا برا غتبيع 70 درهم 40 درهم ولا دير شي حاجة نمشي للاسواق يشرو عندنا مجمد كيدو كيطلقوا كيديروا في الصندوق كيبيعوا بنادم على اساس انه طري يبيعوا 80 درهم هو شاري ب 20 درهم. او في احسن الاحوال غتكون بلاغات ديال التهديد ديال المغاربه على اساس انهم ينشرون اخبارا زائفه ويروجون ويهددون امن الدوله واستقرارها. هذه هي اساليب الجبناء التي اصبح يعتمد عليها النظام المغربي بجميع مؤسساته واجهزته لنزلات سروال الاسرائيل مؤخرا. De la délégation marocaine sont ici dans leur élément. Arrivés dimanche en Israël dans le tout premier vol Casablanca-Tel Aviv de la compagnie marocaine Royal Air Maroc, ils ont été reçus à l'hôpital Sheba Tel HaShomer. حيث أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بحي لساسفة على مستوى عمالة مقاطعة الحي الحسنية على وضع الحجر الأساس لمركز طبي للقرب. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش انتقل المغاربة من توزيع القفة الرمضانية إلى القفة الطبية. كيفاش هذا الشيء؟ هذا الشيء غادي تعرفوه من خلال ما قام به الملك من تدشين او وضع حجر الاساس لمستشفيات القرب والمراكز ديال القرب والوحدات المتنقله. فعاده ما كيكون شي مشروع اللي ضخم وفيه بزاف ديال الاخواض وفيه المستفيدين بزاف من الملك واصدقائه ومحيطه كيضربوا عليه الطم وكيدوز داك الشيء في صمت. لكن ما كيكون شي مشروع اللي هو فاشل وما ناجحش ويحتاج الى تمويل عمومي كتلقى كيخرج كيلعبوا فيه دور البطوله. فباش نفهموا هذا الشيء ما نحتاجوش نمشيو بعيد، فقط غنمشيو لهذه الصوره الجويه التي تم التقاطها اللي كتبين مدى الحجم ديال هذه المنطقه التي سيتم يعني ما بين قوسين تدشين فيها هذا المشروع. سبيطار الحومه كنشوفوا شحال صغير وكنشوفوا كيفاش المسافه اللي موقفين فيها الناس وكنشوفوا الموكب ديال الملك شحال كبير وكنشوفوا في الجهه الاخرى شحال ديال الناس تم يعني توظيفهم واستغلالهم من اجل رسمي هذا المشهد البطولي. وشنو كيقول المذيع على هذا البرنامج ولا هذا التدشين هذا؟ بخطى ثابته ورؤيه مستنيره يسير ركب التنميه الشامله والمستدامه. مصيبة أنهم يتكلمون على تنمية شاملة ومستدامة في حين أن المشروع
برمته هو يتكلم على محادث متنقل، يعني هاد السبيطارات ديال القرب اللي اليوم هو كاين هنا غدا غيهزوه وغيديوه لبلاصه اخرى. وهو في المجمل هو مشروع تضامني لمؤسسه محمد الخامس، يعني بحاله بحال داك الشيء ديال القفه، ليس بمشروع كبير. الذي يقوده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، متجها نحو تحقيق المكاسب وتشييد المزيد من صروح الرقي والرفعه والتطور. فانا لا بغيت نجيب هذه المقارنه ماشي عابثا فقط ولا من باب ما عندي ما يدار، فقط باش نبين للمغاربه انه ملي كيكون هذه المشاريع التي لا معنى لها وكيبغيو يبينوا على ان سياسه المغرب يعني من ناحيه ديال المجال الصحي راه في تقدم والملك راه هو اللي بطل وكذا، كيجيبوا لك شي تخربيقه بحال هكا وكيبينوا على ان التنميه المستدامه وصرح من صروح التقدم وكذا وكذا، لكن في حقيقه الامر هذا الشيء جا في واحد الوقيته التي كثر فيها الكلام على بيع المستشفيات العموميه المغربيه، وجا في واحد الوقيته اللي فيها شركات اسرائيليه تقوم بابتلاع القطاع الصحي داخل المغرب. غتقول لي كيف ذلك؟ فاللي ما كيبينوش بزاف وما كيجيبوش الملك ويبينوا الصوره ديالو فيه هو ان حاليا لا يتناطح انسان عندنا في المغرب على اساس ان القطاع الصحي العمومي خصوصا مهلوك وغير مصنف على المستوى العالمي ولا الاقليمي ولا الافريقي. وهذا القطاع الصحي المهلوك المدقدق كنشوفوا انه يتم تفويت عقارات او مؤسسات استشفائيه الى شركات خاصه، والمصيبه الكحله هي انه ما كاين حتى شي جهه كتخرج كتبين للمغاربه علاش يقومون ببيع واكتراء يعني لاجال طويله ديال هذه المستشفيات العموميه، وما مصير المغاربه الذين يبحثون على هذه الخدمات اللي هي مهلوكه اصلا، منين غتولي هذه المستشفيات العموميه غيحطوا شركات خاصه ايديهم عليها. فملي كنسمعوا ان مستشفيات القطاع العمومي يتم تفويتها الى القطاع الخاص لشركات مجهوله ما كنعرفوش شكون هي، فهذا هو الأمر اللي عاجل ويجب مطالبة الملك بالتدخل، ويجب مطالبة الجهات المتخصصة بتوضيح الأمور وإخراج البيانات ويقولوا لنا شنو لحقاش القطاع العمومي أو القطاع الصحي راه أصلا مدقدق، وما يمكنش أننا نزيدوا نضحيوا بعقارات ديال مستشفيات عمومية ونعطيوها لشركات خاصة. ما مصير هذيك الناس المرضى؟ ما مصير هذيك المدن اللي غادي يتاخذ منها تلك المستشفيات العمومية تولي خصوصية؟ ما مصير الأطباء والممرضين والحراس ديال الأمن كيكونوا خدامين في هذه المستشفيات العمومية؟ بزاف الحوايج اللي هي مجهولة. فباش نزيدو نفهمو أكثر ضروري دائما نبقاو نرجعو للور شي شوية. هذه واحد العامين دارت شراكة وزارة الصحة مع شركة إسرائيلية كانت تعتزم بناء مستشفيات داخل المغرب، لكن اللي خصنا ننتبهوا له أنها قالت ستسيطر على 15% من مجال قطاع الصحة الخاص داخل المغرب. والمشكل ديالنا أن عندما تعقد شراكات مع إسرائيل ولا مع أي جهة في الأول كيجيو يبينوا لك على أنها واحد البوان لي بوزيتيف وغادي يكون ويكون، ثم تختفي التفاصيل ولا تختفي المواكبة والمتابعة ديال هاته الشراكات وشنو غادي يكون وماذا سيصيب المغاربة بسبب هاته الشراكات اللي دائما ما تكون غامضة ودائما ما تكون مجهولة. فالأخطر والأدهى من ذلك هو مجموعة أكديتال التي ظهرت في نفس الفترة التي عقدت فيها هذه الشراكة مع مجموعة أوفاديا، ف دخلت البورصة مباشرة. لكن الغريب في الأمر أنه في ظرف سنتين فقط، يعني هاد المجموعة ديال الأكتيتال اللي في البداية دائما مرتبط الاسم ديالها بتمويلات إسرائيلية، ومباشرة المدير العام ديالها يعني مباشرة باش بدأ هذا المشروع هذا ذهب بلجنة طبية هي الأولى من نوعها إلى تل أبيب باش يتم تدريب يعني بعض الأطقم الطبية في إسرائيل على أساس ماذا؟ الله أعلم. لكن الغريب في الأمر أن هذه المجموعة اللي أيضا الاسم ديالها كان مرتبط بالقضية ديال الدكتور التازي وأنه ما بغاش يبيع المصحة دياله، فإذا به لفقت له هذه التهمة. هذه المجموعة هذه كانت السنة الماضية فقط عندها على ما أظن 21 مصحة داخل المغرب، فانتقلت إلى 36 مصحة في ظرف سنة واحدة، يعني في ظرف ديال عامين ولات عندها 36 مصحة وتسيطر أيضا على 20% من مجال قطاع الصحة داخل المغرب. فإذا صحة القضية ديال علاقتها أو تمويلاتها الإسرائيلية، فعندنا أكديتال
لتسيطر إلى غاية الآن على 20% من مجال قطاع الصحة داخل المغرب، وعندنا أوفاديا التي تسيطر على 15% من مجال قطاع الصحة في المغرب، ف 35% إلى إسرائيل من قطاع من صحة المغاربة. احنا كنعرفوا أن القطاع العمومي شنو غادي يديروا لنا، كما شفتوا هذه المشاريع التي يدشنها الملك أو الوحدات المتنقلة. فالمغاربة من هنا للقدام هيئوا نفسكم إلى الطب البديل وإلى الأعشاب والتداوي بالأعشاب ومساواة والناس اللي كيجبروا. فإسرائيل تبتلع المغرب بجميع قطاعاته، فالملك مؤخرا بلينا سلم السوارت وكيخرجوه مرة شي سبيطار الحومة بحال هكا باش يحاول يوهم المغاربة أنه راه كيدير لكم المشاريع ديال التنمية المستدامة، في حين أن إسرائيل كتاكل الهبرة ديال المغاربة خضراء قبل ما تطيب. بخطى ثابتة ورؤية مستنيرة يسير ركب التنمية الشاملة والمستدامة. اجني مواطن مقهور ومواطن مقهور، ديروا اللي بغاو، اللي عنده الديار واللي تيقيدوه كيمشي ويجي، حنا راه والو، انا من حقي نستافد. انا دابا بالله عليكم اخوتي، تقدروا تعيشوا في هاد الظلمه بحال ما هكا؟ انا وثلاثه د البنيات، هذا ماشي عذاب، حنا كنتعذبوا، اش درنا؟ وما عنديش انا، وما عنديش، والله ما عندي، والله ما عندي بالله. ايوا هادشي الرامي دابا كلشي هنايا، انا ما عنديش رامي، يلا فين غنمشي باش غنستافد؟ ما عنديش رامي، ما عنديش راجل، عندي تما خدامه خدامه وغاليه غاليه، هاو يقول جاري 70 ريال باش غنفطر عباد الله. تنشكر سيدنا جي عدو قال لي كفو مرتي خدامه عليك، تعاون السلطه تدفن عليا.